نعم، ده حامل. عاوزة ايه يا ام؟ انت حتتك ايه؟ انا ما حلتش حاجة، بس انت انت عايز ايه خلاص مننا بتكسر العسل دلوقتي؟ عادي. احنا عيلة مع بعض، أسرة. احنا اسرة مع بعض. انت جبت ايه يعني تاكله؟ جبت ايه تاكله كانت يا علي؟ قاعدة بقالي ساعة. جبت ايه تاكله؟ دل عليها؟ علي ما فيش حاجة تتكلم غير العلاقة بتاع البط بره. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. صباحكم عسل وصباحكم سكر. والله يا ولاد بتقولي المقدمة، ابيض بنقول المقدمة وصباحكم فول. طبعا عايز اقول لكم النهارده يوم خنيق، يوم اعوذ بالله. يا لهوي، مش عايز اقول لكم، مش عايز اقول لكم. ربنا وعدني بثلاثه، ام رايه وسكينه وحسب الله. اوزع عقول وانا وانا عبعال عبد العال عبعال. انا مش فاهم، انا مش عارفه. بص، رايه وسكينه وحسب الله وعبعال. وانا اسمها ايه؟ خضره، اللي هي ايه؟ امونه. امونه كانت بتقول ايه؟ أمونة. لا مش مرات ابنها، اللي هي كانت حاطه ملوخيه. لا مرات ابوها. التخينه. ايوه ايوه اللي كانت التخينه، اللي كانت حاطه اول واحده ملوخيه. ام واي. والناس دي خطفاني. انا بحب، انا فتحت الفيديو ده عشان انا ادي اقول لكم انا مخطوفه. العيله دي خطفاني. امل بتتثقف ده، يا ده معاد ثقافتها. من علي كان عنده ليه علبه سجاير النهارده، صدمته قدام مراته وخدتها منه. انت خدتها منه هو؟ ما هو انا ما اعرفش اخدها منه ولا مني، وعارف انني ناشف مش هدفع. المهم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده عندي خبر حلو قوي 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 قوي، هطلع احكي لكم. بس المختص هو على يجيب النتيجه. المهم النهارده يا جماعه، انا عايزه اقول لكم مصاريين مصاريين. المهم، ف قول لهم يسكتوا ينزلوا بقى معانا. احنا بقى اسكتوا، خلينا نخلص الجمله. اتكلم على كده خلاص. ماشي. المهم دول بقى جايين يقطوا معايا اليوم النهارده. قفل ام الفتو. طب لو بص، جايين يقطوا معايا اليوم النهارده وهنتغدى سوا. وامل ايه اللي هتطبخ؟ هنتغدى معاهم كمان بكره. تتغدى معانا بكره؟ لا مش عشان صفه يا بقى. العزومه النهارده بتاع نشوى وعلي، وبكره حلاوه نجاح امان. امل هتطبخ لنا الاكل النهارده. امل اللي هتطبخ وهتفتح لنا جراج. امل هتطبخ لنا. استنوا النهارده بقى، طبيخ ايد من ايد امل. ما حصلش، ما تتكلوش على كده. ماشي حرام. بصوا بصوا، سرقت ايه؟ اشهدوا. اطلعي يا امل بنتي، سرقتيه اهو. بصوا بصوا، اول ما دخلت عمرك ما هتقولي كلمه حلوه. القرص ايه رايك فيها؟ انت بقى بيلعب اهو. حلو القرص؟ حلو. طب صدقني مش مدوقها لك، صدقني انها مش مدوقها لك. لا ما لسه ما استطعم. طب استطعم يا اهو، استطعم. احنا قاعدين عشان ما اعرفش اكل ايه. بتتكسف بقك. لا يا اختي، ده عسله، ده قشطايه. امل ده عسله. في حنان قاعده على السلم، احنا طاردينها. حنان مش انا طرداكي؟ طردني ومقعدانا على السلم وماشي بقى تدخلني جوه. مقعدها على السلم يعني غلبانه، وقلت لها ما انتيش جايه. ورحنا النهارده جبنا الملف بتاع امير بقى، لانه نجح بقى وكده، وان شاء الله ربنا يكرمه بقى. هنعمل ايه يا ولاد؟ هخش اقعد احكي معاكم اول. ولا قولي الامانه، تعالى اتغدي معانا. احكي لكم اول ولا ايه؟ انت بتاكل ايه يا علي؟ جبت القرصه دي منين يا علي؟ سرقوني، سرقوني، بيسرقوا القرص. والله العظيم يا اميره، انت كده في الفيديو عادي. والله العظيم يا اميره، انا مقابلاهم بالصدفه، والله ما مخططه. تعالي بقى عشان تتغدي معانا. لا بكلم بجد، ما بعزمش عزومات مركبات، تعالي تغدي معانا. القرص، القرص اللي انا عاملاها اهي، ادي واحده ودي واحده اهي. بص بص قعدت عليا القرص، قعدت عليا، ما عادتش قرص يعني. وعلي بيحكي لي علاقته التانية تاني. وعلي كمان بيجيب لنا كمان ناس. حنان، القرص دي بتاعت ناس غلابه. القرص دي بتاعت ناس غلابه. احنا بندوق عشان نقول لك نوديها ولا لا. توديها؟ لا ده مش توديها، ده انا هاخدها معايا. والله يا حنان ما ينفعش اخدها. انت ينفع تاكليها؟ ينفع اكلها؟ ينفع تاكلها لكن هتشل. تعالوا بقى جوه لوحدنا كده، اقعد انا وانتوا لوحدنا اتكلم معاكم في حاجه. يلا بينا. طبعا انتوا عرفتوا اصلا يعني، بس انا ايه قلت اقعد اتكلم معاكم في حاجه. بس نسمي بالله ونصلي على النبي. انا هحكي لكم انا عامل ايه. انا يا ولاد بكره الصبح عامله ايه بقى؟ بكره مسافره السعوديه. ايوه، اي نشوه بكره.
والله بكره ان شاء الله باذن الله. يا نشوى انت كل يوم في السعوديه، كل يوم في السعوديه، كل يوم في السعوديه، وقول لي واحد بينام على الجنب اللي يريحه. انا بحب ابقى هناك وبحب ابقى بجوار الرسول والكعبه. كل ما ربنا يدينا طول العمر كل شهر ولا شهرين هطلع السعوديه لحد ما ربنا يكرمني خالص واموت هناك في السعوديه، وتبقى جت من عند ربنا خالص. فعايزه اقول لكم ان احنا هم بقى ايه مش جايين يسلموا عليا على فكره والله، لان احنا ما كناش عارفين ان الخبر بيجي. احنا انا مشوار السعوديه بتاعي بيطلع في ثانيه كده، فاحنا قاعدين بقى مع بعض ونتلم ونقضي اليوم مع بعض النهارده، وان شاء الله نروح السعوديه بكره، واقعد ادعي لكم زي ما انا بدعي لكم كل مره. ماشي، اكتبوا لي حاجه حلوه بقى. بحبها، انا بحبها، كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه. بحبها، برتاح هناك، بحس براحتي هناك وسعادتي هناك وفرحه قلبي كلها هناك. ربنا يفرح قلبك ويوعدك ويرزق كل مشتاق. ماشي، تعالوا بقى نشوف احنا هنتغدى ايه. بصوا انا قلت بقى ايه لما يعني لا قلت يعني انا عشان ما كنتش عارفه ان هم جايين وكده والخبر جاي مستعجل وكده، فقلت اجيب فراخ جاهزه وانا جايه. فجبت فراخ جاهزه وانا جايه، يا دوب هولع على حبه مكرونه. فراخ بقى وسلطات وعيشات وطحينات وعيشات، فراخ وعيشات وطحينات، فراخ وعيشات وطحينات. وامل بص علي قاعد مع اخواته، هتلاقيهم بقى دلوقتي ما صدقوني انا دخلت جوه الاوضه، قعدوا يتكلموا عليا. اما بقى ما شاء الله يعني اللهم زيد وبارك، القرص اللي كنت عاملاها امبارح ان انا اخدها معايا السعوديه. انتي انتي خالص الف هم. تعالوا بقى شوف انا عامل ايه. طبخ على امل، هتطبخوا لنا ايه يا امل؟ انا جاي نمل شويه، انا جاي نمل شويه وبس. يا باشا والله العظيم نعملها صوت بصوت. عايز ايه يا امل؟ بس خلاص خلاص، هتشتموا هتشتموا هتضربوا. انت اساسا باطي واطي والله العظيم، ده اللي قعدت والله انت واطي والله. احنا اللي قعدت احنا بنحب نوريكم اليوم الطبيعي بتاعنا. هتطبخوا لنا ايه يا امل؟ دوختيني. هطبخ فراخ وعيش. بتطلع الحاجه اللي من الكيسه. انا هعمل لكم انا شويه مكرونه. علي علي تاكل مكرونه من ايدي ولا من ايد مراتك؟ ما تعملهاش حر، المهم اللي هناك. المهم اللي هناك ما تعملهاش حر. حر حر علي، حر ما بحبش الحر، الحر انا ما باكلوش. خلاص احنا مش هم بياكلوا النهارده، هم كلهم بياكلوا. تطبخ بتقول ده هي قاعده مريحه على الاخر، مريحه دماغها، مريحه هي تحب الجو والراحه. يلا يا عمر فرجنا على مواهبك. والله بحب ابو عبد امل. اسات ما عرفت انك هتطبخ، جبت فرختين جاهزين وعليك المكرونه. لا اخدهم معايا وانا مسافر. اه صح، احنا كلهم في الطياره. هتطبخ لنا؟ اه اسي على قدها يا امل برضه. عارفه انت بتبرطمي تقولي ايه؟ انا والله البصله اتقطع من تاني عكس. انت عايزه مش حاجه. يلا يا امل استعمل ايه؟ ها؟ يلا يا بيت. بصوا يا جماعه نشوى امل بتحاول تفكها، ماهيش نافع. النبي ما بعرفش انا الحاجات دي. هات الفلفل الاسود التاني. ما ده فيها فلفل اسود. لا انا مش عايزه دي. والله حلو مسطر. بتسالني عليا يا اخويا؟ عليا انا اختك. ولا اعرفها. اختك بقى. ولا اعرفها. حتى اختي بعتني. عامله ايه؟ هي اختي اساسا دي. ده انا بتكلم مع امل عليا قدام. الحمد لله ان شاء الله باذن الله باذن الله. يا حبيبي ايه النقص؟ شفت امل معايا؟ امل معاكي يا اختي، ما انتوا الاثنين جايين على غير. انا هاكل من ايد امل؟ انا اخر مره جبت من ايد امل ده كان من 20 سنه، من قبل ما انا اتجوز. 22 سنه. بصوا بقى الاكل وحلاوه الاكل. امل اللي طبخ لنا النهارده وبقى والجمال والطعامه والحلاوه. يلا هات الترابيزه. يا مساء عسل، يا مساء سكر، يا مساء هنا. الغيره الغيره الغيره. ابني ده مش بيغير منا من خياله. بصوا انت رايح فين؟ نعم انت رايح فين؟ انت جوزي. سؤال واضح وصريح عادي، بيقول رايح فين بقى؟ انت جوزي. ابنك. طيب مالكش انك تسالني، اسال مراتك بقى ما تيجي فيما بعد. كل يوم يا جماعه تخرج تتفسح. طب والله العظيم انا ما بخرج ولا متفسحه ولا متنيله، ده انا رايح لاخواتي. شوف اكل وفسح. ده قرصة معجوة. ايه ده؟ يا خرب، مش عايز نخرج، مش عايز اشوف الشارع، عايز نفضل قاعدة. ساعة ما اقول روح لاخواتي ليه؟ طب ما يجوا لي هم، طب ما اعرفش ايه. بص المهم يعني انت رايحة فين يا نشوى؟ انا رايحة لاخواتي.
باكل قرصه بعجوة حلو قوي. فبقى احنا نشوف اليوم هنقضي ازاي ونعيش اليوم مع اخواتي. يلا بينا يلا بينا. تقولي ايه بقى؟ بحبك يا شوشو. انا بموت في قلبك. نعم وانا بموت في قلبي يا اختي قلبي يا قلبي. ناهي انتي القشطه بتاعت العيله كلها صح؟ صح. انتي القشطه بتاعت العيله كلها. اسمك ايه؟ ناهي. وبتحبي مين؟ شوشو. انا بموت في شوشو. بموت في شوشو بموت في ناهي. ماما فين؟ ماما في البيت. قاعده في البيت بتعمل ايه؟ قاعده. يعني ايه تقعد في البيت ما بتخرجش ليه؟ جات هنا امبارح. جات هنا امبارح؟ مقضيه اليوم هنا وانت اللي ما جاتيش. ماما اكلت ايه؟ اكل اكل سمك. ماما طبخه ولا ما طبختش؟ طبخت. بتطبخ؟ طبخه حلو؟ اه والله. اصل احكي ما انا حماتها. اه والله بتطبخ. انا حماتها. أه؟ انا بقول اهو يعني لو هي مزعله ابوكي او حاجه قولي لي. ازيك يا فارس؟ الحمد لله. انت ليه جايبنا من تحت كده تحت الترابيزه ما تجيبنا من فوق زي ما خلاص؟ اهلا اهلا. عامل ايه فارس؟ الحمد لله. فارس ده ابن ام فارس وابن ابو فارس. قلت حابه اضيف لكم معلومه صح؟ قول لهم بقى انت ايه وشاطر وعرفهم. أيوة. عن نفسك. ايوه انا شاطر. ما انتوش فاكريني؟ لا طبعا فاكرين. ده بيسالوا عليك على طول. انا كنت اللي جايب ب 25 جنيه فول وطعميه لخالته. كنت جايب ب 25 جنيه فول وخسرت كام منهم؟ إيه لا ما انا كنت جايبهم على حسابي. كان هو اللي عازمنا صح على الفود. عازمنا دلوقتي على سندوتشات جبنه رومي. اه اه وري لهم ال 200 جنيه. وري لهم ال 200 جنيه. ما انت انت اللي صرفتها مش انت صارف. اه ايوه ايوه صارف ومكلف. دفع 200 جنيه 100% ماشي. وشي ايه ناهي العبوس؟ ناهي بنت عم وليد. عم وليد ده كان بيضربني بس دلوقتي بقينا اصحاب. لا لسه بيضربك والله. لا هو بيبص لي بس. بيبص لي. هو عم وليد بيضربنا كلنا. هو عم وليد بيضربني. ما انا ما بحبش اضرب سعد عشان سعد بحب. عم وليد مخوف العيله كلها. ما تسجلش اضرب سعد. ليه ما تسجلش ليه؟ ماشي الخناقه دي بعد الفيديو. خناقه بعد الفيديو ماشي. وشكرا باي. ده الله يخليك. ازيك يا جماعه عاملين ايه؟ ايوه ازيك يا جماعه عاملين ايه؟ وحشتوني. توتي عملت فيكي ايه؟ احكي احكي وضحيها. توتي ضربتك؟ اه. ليه ضربتك توتي العروسة؟ ماشي ماشي قولي ضربتك ليه؟ بس كنت عايزة اقف معاها. عشان ترقصي معاها؟ عايزة اقف معاها. هتقفي معاها؟ اه. وضربتك؟ اه. هي وحشة. نكتب في الكومنتات توتي وحشة. ونوتي. ونوتي. توتي طلعت نوتي. نوتي دي ما تنفعش هنا في حياتنا. نانا بنقول حاجات تانية. يا نو بخصمك. ليه؟ تعالوا جوه. انت مخصماني ليه؟ ليه طيب؟ انت بتحبي مين؟ مريم؟ انا اه. ومريم بتحبي فرح؟ ماشي يلا قول لهم باي باي. والله يا اختي يا اختي العسل العسل العسل. اكلوا انت عملت ايه في المدرسه؟ يا اكلوا من زمان جدا. يلا قول لهم باي باي. باي. عايزين الحاجات دي؟ اه.